السلام عليكم أخواتي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبالصحة الجيدة إن شاء الله. كنتمنى تكونوا دوزتوا العيد بخير وعلى خير وبفرح وبسرور إن شاء الله، ونتمنى تكونوا تجمعتوا مع الأحباب والعائلة. اليوم جيت نقدم لكم واحد الكيكة، هي سهلة وبسيطة وبمقادير تقريبا موجودين في كل بيت، و كتجي رطبة وخفيفة. نتمنى تجربوها وتردوا عليها الخبر، راه كتجي لذيذة بزاف وكتجي خفيفة ورطبة، كتحمر الوجه. في هاد الكيكة ان شاء الله غادي نحتاجو فيها جوج ديال البيضات، كاس ديال اللوز مطحون، وعندي هنايا كاس معامرش ديال الزيت، وكاس معامرش ديال السكر، وعندي هنايا واحد ديال اليوغورت او دانون بلا نكهة، وعندي هنايا ساشية ديال خميرة الحلويات وساشية ديال خميرة فانيلا، وعندي هنايا 200 غرام ديال دقيق او جوج كيسان ديال دقيق، وغادي نبداو على بركة الله. نبداو بالبيض، ونبقى كنضربو غير بهذاك الضراب اليدوي، نزيد عليه السكر، ونبقى نخلط فيه حتى يتجانس هذاك السكر مع البيض، ونزيد عليهم الزيت ونخلط. انا كان ندير المقادير وانا كان خلط شويه بشويه، زدت اللوز، هذاك اللوز اللوز المطحون بقشوره ربعين بقشوره، وزدت عليه هذيك يوغورت او دانون بلا نكهه، ونبقى نخلط. هكا شوية بشوية عاد نزيد عليه الفانيلا هكا، اي حاجه زدتها كان بدا نخلطها. ونزيد دابا خميرة الحلويات، خميرة الحلويات من الأحسن الإنسان يديرها في الأخر، هكا نجمعو شوية، عاد نزيد عليها الدقيق. ما كتشوفوا راه الدقيق كيجي جاري، ما قاسحش بزاف وما جاريش بزاف، هذا هو القوام ديالو.
هذا هو القوام ديالو، ونجيب المول ديالي. انا دهنته هنايا بالزبده باش ما يلصقش، ونكب فيه هذاك العجين. ونديرو في الفران شي 15 دقيقة هكاك باش يطلع ليا العجين. عاد ندير عليه هذاك التفاح اللي كنت قطعت من قبل، وحيت منها هذيك البلاصه ديال الزريعه كما كتشوفوا. نخلي الكيكه ديالي حتى تطلع شويه، عاد ندير عليها التفاح باش ما يهبطش ليا هذاك التفاح في العجين الداخل، حيت العجينه ديجا خفيفه، الا درناها في هذاك الوقت كتهبط، كيهبط لينا التفاح. هذاك الشيء علاش لازم نخليوها في الفران شي 10 دقائق حتى 15 دقيقه باش يطلع شويه الكيكه. ومنين نست في هذاك التفاح، هذوك الشريحات ديال التفاح، عاد ندير الزبدة المذابة على هادوك الشريحات، ونرجعها للفران شي 30 دقيقة هكاك حتى تكون طاهية مزيان. نخرجها وندهنوها بكونفيتير ديال المشماش. ومن نكمل نرشها باللوز عفوا اللوز المطحون اللي درت به هذيك الكيكه، ونرشو شويه من الفوق. رتيقوني يا اخوات، كتجي لذيذه بزاف هاد التورته او الكيكه. هي اصلا كيكه تفاح كتكون محببه بزاف عند الاطفال، وطبعا حتى الكبار. وكما كتشوفوا من بعد ما خرجتها قطعتها كما كتشوفوا راه كتجي رائعه، كتجي رطبه وخفيفه وباللوز وهداك طعم التفاح، كتجي ما شاء الله. تقدروا ديروها في اي وقت، وهي سهله وبسيطه، وما يعني مكونين تقريبا موجودين في كل بيت غير اللوز. الانسان يقدر يعوض اللوز بشي حاجه اخرى بحال القرقاع مثلا. الى عجبتكم ما تبخلوش عليا بلي لايك واشتراكات او ابوني، وبتعليقاتكم الجميله راها كتفرحني بزاف. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديالي يلقاكم في احوال جيده يا رب العالمين، ومع السلامه. نهار